هل تعتقد أن الخطاب الديني المعاصر مختلف عن الخطاب الديني النبوي؟ بالتأكيد. كيف؟ لأن يعني العبرة بالخواتيم. الآن تجد الساحة في تطرف شديد، هناك موجة تطرف. طيب هذا الخطاب الديني ما أفلح في تحصين الشباب، دليل أن هناك في أزمة. خطاب لا يخاطب الإنسان كإنسان. نحن الآن نفتقد ما أسميه أنا ثقافة الإنسان، أن يعني نريد أن نحبب شبابنا في الإنسان لكون إنسان، قبل أن يكون مسلما أو غير مسلم، قبل أن يكون شيعيا أو سنيا. الجهاد لرد العدوان وإزالة الظلم، الجهاد الأكبر، جهاد النفس، جهاد التنمية، جهاد التعليم، أن نعمر، أن نحيا في سبيل الله، لا أن مجرد أن نموت. هذا الذي يحصل الآن في الساحة في الجزائر وفي المغرب وفي العراق، هل نسميه جهاد؟ شاب في عمر الزهور يتحزم بحزام الناسف ويفجر نفسه في أبرياء وتقول إنه جهاد واستشهاد. الخطاب الديني مأزوم، يخلق أزمة. أنت تروح المسجد تسمع خطبة الجمعة ترجع متوتر، تعادي الحضارة، تعادي المجتمع، لأنه يركز على الجانب السيء في المجتمع ويضخمها. والمطلوب؟ المطلوب يركز على الجانب المشرق في الحياة، جانب المشرق في المجتمع. ما بكل شيء معاصي في الحياة، يعني حببوا الناس في الحياة. أنا أريد من علماء الشريعة في خطابهم الديني يحببوا شبابنا في الحياة، ما يحببونهم في الموت. غزو الأمريكا للعراق ألا يستفز في النهاية المخيلة العربية، الذهنية العربية؟ هذا صحيح، بس خلينا نقول أن الصراعات دائما موجودة، الصراعات الدولية دائما موجودة. وبعدين مش بس المسلمين هم اللي يتعرضون لهذه نقول مظالم، يعني كثير. أمريكا يعني لها تدخل بحكمنا دولة في كل الدول الأخرى، وكل الشعوب تشتكي، لكن الرد كيف يكون؟ هل الرد أن أدفع أبنائي لأن ينتحرون ويفجرون أنفسهم؟ طيب يعني صدقنا أنه هو معادي لأمريكا، ما ذنب الأبرياء في الجزائر، أطفال ونساء ومدنيين؟ هذا الأمريكان الذي ما أنا أبي أسألك أخ تركي، يعني من أكثر ضحايا الحوادث الانتحارية والإرهابية، مسلمين ولا أعداء المسلمين؟ المسلمين الذين سقطوا بأيدي المسلمين الانتحاريين أكثر بكثير بما يسقط من أمريكان أو في إسرائيل. ليش في تقدير؟ لأنه هو يفسر، أنت ما دام سمحت له أنه يفجر نفسه بحكم أنه يفجر نفسه في العدو، سميت أن هذا عدو، هو يعتبرك أمن ما أنت لست على مذهبه أو لست على أيديولوجيته فأنت عدو، فأنت هو شهيد. يعني تمتد السلسلة، تمتد من واحد السلسلة إلى واحد. أنت إذا فتحت الباب أنه يفجر نفسه في المدني، في المدني الإسرائيلي، يفجر نفسه في المدني المسلم لمجرد أنه مختلف معه في أطروحته. كتبت قبل فترة أنت مقالا تدعو فيها علماء الشريعة إلى تحريم كل العمليات الانتحارية. هذا صحيح. هل تعتقد أن وجود أخطاء في عمليات انتحارية تنفذ مثلا في الجزائر أو في المغرب يدعوك إلى أن تسحب القاعدة حتى فيما يتعلق بالعمليات الانتحارية اللي توجه ضد العدو مثلا والعسكريين حتى في إسرائيل؟ لا يوجد في الإسلام، لا في غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا المسلمين، من يفجر نفسه في العدو أو في غير العدو. هذا الذي فتح الباب أمام العمليات الانتحارية في الإسرائيليين المدنيين بالذات وقال أن الحوار مع اليهود يكون بالقنابل البشرية، هذه لأغراض سياسية أيديولوجية لتأييد جماعة سياسية معينة لا علاقة لها بالدين في هذا الشيء. كل علماء الشريعة، علماء السلفية بالذات، قالوا من يفجر نفسه ولو في العدو فقاتل نفسه وعقوبته بالنار. فكيف إذا فجر نفسه في مدنيين أبرياء؟ إحنا من تعاليم أدبيات الجهاد عندنا إن لا نقتل الأطفال حتى لو العدو، يعني درجة تشوف المعاملة بالمثل. يعني في بعض يقول لك والله المعاملة بالمثل، ها يقول لك ما دام العدو يقتل أطفالي خلي أقتل. لا يجوز المعاملة بالمثل في هذه النقطة، لأن إحنا تصرفاتنا مقيدة بالفضيلة، ونحن أصحاب رسالة. وإذا أنا أكون أجاري العدو في تصرفاته الوحشية، معناه أنا كنت مثله،
وبعدين حكاية مبرر ما عندي أنا شيء آخر غير الأسلوب غير القانون البشري هذا غير صحيح. هاي تدمير للذات. إحنا الآن في زمن ندمر ذاتنا. طيب أنا بأسألك لو سمحت بس تفضل. هل عمليات الانتحارية على التاريخ الطويل لها سواء عندنا أو عند غيرنا ها هل حقق هدف سياسي؟ أبدا أبدا ما في عملية انتحارية حققت هدف سياسي أو جابت مكسب للمسلمين. على الأقل تدب الرعب تدب الرعب في نفوس الأعداء. بالعكس يزدادون ضراوة ونحن نخسر نحن سمعتنا ونخسر صورة الإسلام ونخسر تعاطف الرأي العام العالمي. وجود الأمريكان وجود مقنن وجود مقنن أول مقنن أولا تعتبر أن وجود الأمريكان في العراق نعم وجود شرعي مقنن بقرار مجلس الأمن وموافقة جميع دول الأطراف. ما تعتبر الاحتلال؟ لا ما نعتبر الاحتلال نعتبر احتلال حاليا لأن ليس من مصلحة دول الخليج ولا العراقيين أن يخرج الأمريكان الآن. وبعدين يا أخي لا ليس من مصلحة الاحتلال متى يكون الاحتلال خلينا متى يكون احتلال إذا كان جاي ضد إرادة الشعب. إذا كان 18 ملايين عراقي ها خرج وانتخب الحكومة الحالية حكومة بغض النظر أنت متفق معها أو لا هذه حكومة شرعية. هذه الحكومة الشرعية اللي طلبت قاعدة تمدد كل سنة للأمريكان. وجود الأمريكان في العراق مثل وجوده في الخليج تماما. وأنا كتبت مقالة وأنا أقول الكلام حاجة العراق إلى وجود الأمريكان للاستقرار والحماية أكثر من حاجتنا إحنا كخليجيين المغرب. إلى القواعد الأمريكية الآن لحماية مصالحنا. كثير ما طرح عبد الحميد الأنصاري أستاذ الشريعة في كلية القانون بجامعة قطر بأنه عميل أمريكي، بل وصف أحيانا واسمح لي أن أقول ذلك بأنك أحد كتاب المارينز المبشرين بالوجود الأمريكي. والله يعني ماذا أقول يعني شوف أولا هي النزعة الاتهامية يعني أي واحد مختلف معك. لا بس يعني هذه الرؤية اللي أنت قاعد لا بس طبيعة ثقافتنا يعني أنت قاعد تنظر الأمريكان أكثر من يعني تأيد الأمريكان أكثر من الأمريكان أنفسهم. طيب خلينا أكون صريح معك إذن في هذا فمي بمسألة ثقافة اتهامية يعني في مبادرة لا هو إحنا كلنا متهمون يعني أي شيء يعني بس أنا خليني يعني أقول أنا أقول لك وما المانع أن أكون عميلا ها إذا كان هذا لمصلحة بلدي ومن منطلق وطني. أنا من دعاة التحالف مع أمريكا إذا سميت هذه عمالة فأنا من دعاة زيادة التحالف مع أمريكا عسكري وثقافي واقتصادي لأنني لا أرى مستقبل الخليج إلا في هذا التحالف. وكل قادة دول مجلس التعاون صرحوا بأن إحنا تحالفاتنا مع أمريكا تحالفات استراتيجية. يعني هل أكون عميل لبن لادن مثلا؟ يعني هؤلاء إذا كان هؤلاء يتهمون أنا عميل فأنا والله أتهم من هذا عملاء اللي يدافعون عن الإرهاب ويدافعون ويبرروا الإرهاب. إذا هم عملاء للقاعدة. إذا يعني في تقديرك العمالة لأمريكا أحسن من العمالة لبن لادن؟ أكيد إذا كان في مصلحة بلدي أكون أكثر عيل أكون عميل للناس متخلفين. ليش تعتبرهم ناس متخلفين علشان هم يعني هل تربط هذا بالديانة مثلا؟ لا لأنهم أعداء للحياة. أعداء أن أي واحد عدو للحياة فهو متخلف لأنه يدفع ابني إلى أن يعني يفجر نفسه. قولك أفضل الجلوس في الطائرة قرب يسرى على الشيخ القرضاوي هل يقول ذلك أستاذ للشريعة؟ والله أنا قلت هذا الكلام من باب أن أحترم أستاذنا القرضاوي لأن طبيعة السفر طبيعة السفر وطبيعة وجودك في الطيارة تقتضي ذلك لأنك أنت إذا جالس مع أستاذك ها ما تأخذ حريتك. لا تقدر تشوف أفلام لا تقدر تنام لا تقدر فأنت يعني دائما ستاند باي عشان تراعي مشاعر. لا صارت يسرى بجنبك بتنام يعني أخذ حريتي يعني يعني هذا ما أنا قلت وكررت أن هذا ما يقلل من احترامنا للشيخ القرضاوي رغم أنه مختلف معه يعني في أمور سياسية وأيديولوجية معينة لأن الشيخ القرضاوي من أنصار أنه يعني الغرب عدو وأن أمريكا عدو وإحنا يجب أن نقاطع. أنا لا أنا بقول لا هذا ليس في مصلحتنا
وكل يعني مقالاتي عن هذا. كذلك مثلا لما قال الحوار مع اليهود لا يكون إلا بالقنابل البشرية، هذا أنا ضد، أنا مع الحوار، أنا مع الحوار حتى مع اليهود حتى مع العدو. والرسول صلى الله عليه وسلم حاور حتى أعدائه، يعني كيف نقول الحوار يكون بالقنابل البشرية؟ بس ترى حتى يسرى عندها موقف سلبي من اليهود، فأنت بترجع ليش يكون موقف سلبي شيء وأدفع أبنائي يتحولون إلى قنابل شيء ثاني؟ فأنا أنتقد الشيخ القرضاوي في حكاية نظرية المؤامرة أن العالم كله يتآمر علينا، أنتقد الشيخ القرضاوي في حكاية أن الغرب وأمريكا عدو ويجب أن نقاطعهم، لما قاد مثلا مسيرة لمقاطعة البضائع الأمريكية أنا خالفته في ذلك. يعني المدام ما زعلت عليك يعني على لا المدام ما زعلت عليه في هذا الشيء يعني يعني. وبعدين يعني هل القضية هل يسرى تقبل تقعد جنبي ولا لا، هذه قضية أخرى يعني. صحيح.